الانوماليز اللي ممكن تظهر. انا عندي المفروض سيبتم برايمر الاسود والسكندري سيبتم الاخضر، تمام؟ التو سيبتم دول كده زي الفل معايا، واول لما الطفل بيتولد بيقربوا من بعض ويقفلوا وما يفتحوش تاني، بيعملوا فتحه اسمها فصه اوفال. لكن لو الفتحتين دول بعاد عن بعض مستحيل يقفلوا بعد الولاده. يعني ايه بعاد عن بعض؟ يعني البرايمري سيبتم ده وضعه عامل ازاي؟ يبقى وضعه عامل كده قصير، والسكندري سيبتم اهو كده، الفتحه اللي ما بينهم واسعه وكبيره وبعاد عن بعض، ومفيش صمام ما بينهم، مفيش فالف ما بينهم، وبالتالي الفتحه دي مستحيل بعد الولاده تقفل. هتقفل ازاي يعني؟ ده كده لازم اشدهم عشان تقفل، وانا مش بعمل كده. الوضع الطبيعي قريبين من بعض كده، فاول لما يتولد البيبي مع صرخه الحياه يقربوا يقفلوا. لو فضلوا بعاد عن بعض مستحيل يقفلوا ويعملوا لي مشكله او ديفكت او عيب خلقي في الانتر اتريال سيبتم، بسميه في الكلينيكال اتريال سيبتم ديفكت. اتريال يعني في الاتريوم، سيبتم يعني في السيبتم بتاع الاتريوم، ديفكت يعني عيب خلقي او اسمه ثقب في القلب، تمام؟ كومن او كوبر، تمام.